للحديث أكثر عن زيارة قائد الحرس الثوري لبغداد وعن أسبابها في ظل تصعيد الميليشيات الموالية لإيران هجماتها على المصالح الأمريكية والتحركات الأمريكية في المقابل، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس السياسي العراقي المستقل أستاذ أمير المفرجي. بداية أستاذ أمير، أهلا بك. بداية، كيف تقرأ زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لبغداد اليوم؟ مساء الخير، تحياتي لكم. أهلا بك. من الطبيعي أن زيارة خليفة قاسم سليماني تأتي في يعني ضمن ما يعمل به من قبل الدولة الجارة إيران لاحتلالها للعراق والبقاء فيه لمدة أطول بعد أن سمحت لها الظروف في أن تبقى في العراق. إذن هذه زيارة تكمن وتدخل ضمن استمرارية الوجود الفارسي في العراق وضمن يعني المخطط القومي الإيراني للبقاء في العراق واستعمال الأدرع الإيرانية التي تمثلها الأحزاب الحاكمة في العراق. نعم. إذن الوجود الإيراني مستمر، ولأن الولايات المتحدة قد سمحت لإيران لحد هذا الوقت من البقاء في العراق. نعم سيد أمير، إلى أي مدى يمكن ربط هذه الزيارة بتصعيد الميليشيات الموالية لإيران في العراق استهدافها للمصالح والقواعد الأمريكية؟ هل ثم خط رابط بين الأمرين؟ من الطبيعي هناك خطوط اتصال بين هذا يعني الأمرين. نعم. لأن الولايات المتحدة وكما نعرف قد أعلنت يعني علنيا بأنها تريد أن تدفع إيران خارج الأراضي العراقية، ولكن لحد الآن لم نلاحظ هذا الفعل يعني واضحا لحد الآن، لأن أمريكا وكما تفضلتم في تقريركم قبل قليل هي التي ساعدت الميليشيات في تسليحها وساعدت الميليشيات في أن تكون هذه القوى ضاربة في بغداد وفي المناطق الجنوبية. إذن هناك نوع من التناقض بين الموقف الأمريكي الذي جاء وسلح هذه الميليشيات والموقف الأمريكي المعلن في الوقت الحاضر لطرد الميليشيات وطرد إيران من العراق. ولكن إذا سمح لي الوقت أحب أن أقول بأن هناك خطورة يعني واضحة في الموقف العراقي في المشهد العراقي القادم، لأن التموضع الأمريكي الذي يحصل الآن يجب أن نأخذه من خلال يعني خروجها من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية وتموضعها في المناطق السنية والكردية، وهذا ما يعطي القوة للميليشيات في أن تكون على الأراضي المسيطرة عليها ومستقبلا لتقسيم العراق الى مناطق شيعيه وسنيه وكرديه. نعم، ماذا تتوقع ان يكون قد طلب قاآني في زيارته التي كان من المفترض ان تكون سريه، ماذا تتوقع ان يكون قد طلب من قاده الميليشيات والاحزاب في العراق؟ لا شك بان الامور هي نفسها فقط، لان ما يحدث في العراق هو هذا النظام الذي جاءت به ايران. إنما يحكم في العراق هي الأحزاب الإيرانية، الأحزاب العراقية التي دخلت من داخل العباءة الإيرانية. ولكن عندما ننظر إلى ما يحدث في العراق ومنذ أن جاء عدنان الزرقي إلى يعني المشهد السياسي، نلاحظ بأن إيران هي التي تسيطر لحد الآن على المشهد السياسي، وما وجود الزرقي إلا هو يعني قضاء بعض الوقت للدخول في مرحلة جديدة من هذا التواجد الإيراني. ما نلاحظه الآن من خلال هذا يعني الفراغ الذي الموجود في العراق وبقاء السيد عادل عبد المهدي لحد الآن في المنصب، وهو الذي يعني تريده إيران 100%، هو يعني الدليل الواضح على أن الموقف الإيراني هو يعني موجود الآن، وأن الولايات المتحدة لم تعمل لحد الآن الشيء الذي تستطيع به ان تضرب ايران من العراق. الحكومه العراقيه يمثلها عادل عبد المهدي وليس عدنان الزرقي، وايران موجوده في الوقت الحاضر لحد هذه اللحظه. في سؤالي الاخير اليك سيد امير المفرجي، هل ترى ان ترامب يمكن ان يقدم على ضربه تاديبيه للميليشيات، لا سيما وان خطاباته حتى التي تخص فيروس كورونا يراها المراقبون انها دعايه انتخابيه؟ بالطبيعي أنا الآن أشك في هذا التصريح الذي يقول به ترامب بالنسبة إلى طرد إيران وضرب إيران في الوقت الحاضر، لأن كل الدلائل التي نلاحظها الآن
يعني تثبت العكس، ان ضرب ايران في ضرب الميليشيات الايرانيه في العراق في الوقت الحاضر قد يساعد على اعاده تموضع هذه الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، ويعطيها الورقه والضوء الاخضر ل يعني انشاء اقليم شيعي تضمن لهم ايران بقائه وابعاد القوات الامريكيه في المناطق الكرديه وفي مناطق غرب العراق. وما لاحظناه من التموضع الامريكي من خلال يعني الرجوع الى مناطق ومعسكرات في المنطقه الغربيه وفي كردستان العراق لهو الدليل على ما اقوله بان امريكا قد يعني تساعدها ايران في تقسيم العراق الى مناطق شيعيه وكرديه وسنيه. السياسي العراقي المستقل امير المفرجي، كنت معنا من باريس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.